ازيكم، انا محمد رمضان من كورس ويب ديس رانيا. البروجكت بتاعي النهارده هو ماكدونالدز او ريستورانت بتاع ماكدونالدز، بس كموقع. تمام، فالنهارده هنجرب مثلا نطلب انا على الموقع ونشوف اللي هيحصل. فهعمل ريلود للبيج، هنا في انيميشن نافيجيشن بار. تمام، بعدين في اسايد تديله information about McDonald's Corporation. بعدين هنا في الساندويتشز، بيج ماك، بيج تيستي، وتشيكن ناجتس، وحاجات تانية كتيرة، وفي موكا فرابيه. تمام، بعديها في اكسترا تشيز واكسترا صوص اللي هو باربيكيو. تمام، وفي كاتشب، وفي مايونيز. طيب بعديها، بعد ما بيشوف هو عايز ايه بالظبط، بيجي يختار يكتب اسمه، معلش سوري، مثلا يكتب اسمي ويكتب الادرس بتاعه اي حاجه. ماشي، بعدين بيعمل تشوز للاوردر ومثلا انا هختار بيج ماك و موكا فرابي، وهختار فرايز و كوريتو. تمام، فانا اخترت ده. طيب في حاجة هنا مش كويسة في الموقع، ودي بالنسبة لي انا كمان، انه انا مش عامل ده غير، يعني ما يقدرش يختار اكتر من 6 حاجات، فدي حاجة وحشة جدا حتى بالنسبة لي انا. بس انا جربت ان انا اخليها variable، ان هو مثلا لما يدوس على بوتون زي ده يزود له واحدة بس، ما نفعتش معايا الصراحة، وكمان الوقت مش مساعدني، فاضطريت ان انا اعملها 6 حاجات بس، يقدر اخره 6 حاجات. وان شاء الله في المستقبل هشتغل على الحتة دي، وممكن ابقى صور فيديو تاني واعرضه لحضرتك. تمام، فممكن هنا برضو يختار اكسترا صوصز، فمثلا هاخد باربيكيو او الصوص العادي يعني. تمام، وبعديها في فوتر. الفوتر مش متعوب عليها قوي، او مش شغال انا عليها قوي، بس بصراحة ما عنديش وقت لانه الدراسة والحاجات كتير قوي، فياريت تسمحوني على الفوتر الوحشة دي. بس برضو لو عرفت ان انا اعمل دي فاريبل، ان هو مثلا ما يدوس على زرار هنا يزود له حاجات، ممكن اكون اشتغلت على الفوتر، واصور فيديو تاني وحضرتكم تشوفوه. تمام، فبعد ما اختار الاوردر هيدوس على ريجستر، بس كده هيوديه على موقع تاني اللي هو بتاع الاوكي دوت اتش تي ام ال، انا مش عارفه مسميه كده ليه، بس تمام. يور اوردر از كومبليتد. تمام، هنا برضو في نفس النافيجيشن بار ونفس الفوتر. ماشي، وبس كده، ده كان بروجكت النهارده. اتمنى يكون عجبكم. انا محمد رمضان من كورس الويب نيس رانيا.